بعد الثورة ظهرت على مجتمعنا مصطلحات جديدة ما كانتش موجودة، زي الفزع الديني. كل الناس بقت خايفة كأننا يعني ما كناش مسلمين قبل كده، ودلوقتي الإسلام خلاص هيدخل جديد علينا. كل الناس بقت خايفة من الدين. طبعا يعني الدين ده موجود من زمان يا جماعة، واحنا يعني مش خايفين، واحنا دلوقتي في ديمقراطية، سواء كان في اكتساح للحرية والعدالة أو للنور، فده رأي الناس وده اللي الناس عايزاه. وبس معانا احزاب تانية، بس يعني احنا مش عايزين نخاف كده من الدين. فالنهارده هنتكلم شويه عن الفزع الديني، وهيكون معانا فضيله الشيخ عبد العزيز النجار، مدير اداره الفتوى بمجمع البحوث الاسلاميه وعضو لجنه الفتوى بالازهر. نهارك سعيد يا فندم. يا اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. فضيله الشيخ، احنا من يوم يعني من بعد ثوره 25 يناير لحد النهارده 10 شهور اللي فاتوا، سمعنا عدد من الفتاوى الدينيه كثير جدا. احيانا بنكون عارفين ان مصدره الازهر الشريف، بالتالي الاول ما بنسمع الفتوى بنصدقها كده من غير ما نناقشها. واحيانا بيكون مصادرها اشخاص احنا ما نعرفهمش، ولا نعرف هل هم مثلا دارسين في الازهر، هل كلامهم ده موثوق فيه ولا لا. يعني حضرتك شايف الفتاوى دي انتشرت بالشكل ده ليه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو ظهر في السنوات الاخيره، وخاصة بعد كثرة الفضائيات ومن يبتغون الشهرة الإعلامية الدينية، فتاوى شاذة تصدر من غير المتخصصين. هذه الفتاوى وتلك القنوات تحتاج إلى غربلة، ويجب أن يكون هناك تشريع يجرم خاصة في الفتوى، ألا يتحدث في الفتوى إلا من معه إجازة. لأننا لو عدنا إلى التاريخ الإسلامي وعهد التابعين، نجد أن هناك ليس هناك محدث ولا فقيه إلا بإجازة. يعني عندما نجد أن هناك تلميذ للإمام الشافعي لا يستطيع أن يفتي إلا إذا أجازه الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أبو حنيفة، وهكذا. فظلت الإجازة إلى أن جاءت الجامعات ونظمت وأصبح هناك دعاء. يجب أن لا يتحدث عن الفتوى إلا من أجيز بالإفتاء من المتخصصين من الأزهر الشريف، وخاصة أهل الأزهر، لأنه لن يجيز من هو من خارج الأزهر والمتمرسون على ذلك. هذه الفتاوى تحتاج كما قلنا إلى غربلة وإلى إعادة صياغة. ولكن أقول لمن يأخذ هذه الفتاوى، وكثيرا يتصل بنا السادة المشاهدين أو بعض المشاهدين ويقول أنا سمعت امبارح في التلفزيون الشيخ بيقول كذا كذا، أنا أبقى طالق، أنا أبقى كذا، أنا أبقى محرمة على زوجي. يعني هناك أمور فتاوى كتير بيتقال فعلا، بالضبط حضرتك، فبتحدث بلبلة عند الرأي العام. فكل الفتاوى لا تصلح في الفضائيات، لأن هناك فتاوى تحتاج إلى مواجهة ومناقشة. كل الحالات بتبقى زي بعض، مش سيستم. وإلا لو كان سيستم كنا نزلنا مطبوع وادنا للناس، كل واحد يشوف حالته إيه يروح باصص فيها وكذا. ولذلك لما ننظر حضرتك إلى الأمور الدنيوية والبدنية، هل أنت تستطيع أن تأخذي دواء لمرض ما أو عرض ما من أي إنسان؟ لا تأخذيه إلا من طبيب متخصص. وإذا كان الأمر أصعب يبقى لابد أن يكون هناك تدقق في التخصص أكثر. يعني ما أروح مثلا دكتور بتاع بطنة لكن الأمر يحتاج إلى دقة أكثر، بروح للدكتور اللي أخذ دكتوراه في الجزئية هذه. إذن في الأمور البدنية والدنيوية نبحث عن تخصص التخصص وعن الدقة في التخصص. كذلك في الأمور الدينية يجب أن نبحث عن الشيخ الفقيه الذي معه إجازة ويجيد أيضا الفتوى، لأن ليس كل من ينتسب إلى الأزهر يصلح للفتوى، لأن الأزهر شعب كثيرة، وهناك قسم الحديث وقسم التفسير وهناك قسم الدعوة وقسم أقسام كثيرة. لكن لابد أن يكون متمرسا على الفتوى، متدربا عليها، معه إجازة، يعمل في هذا المجال، وهذا هو الذي نثق فيه. ولا بد أن يكون هناك مشافهة بين المفتي والمفتى. يعني قضايا كثيره ما ينفعش فيها التليفون، وبقول لاخواننا المشاهدين اتعب اقطع والخط اتقطع وانا اكمل من عندي، والناس بقى تمشي بقى على الكلام ده. لا كمان والفتاوى المسجله، يعني مثلا هناك رقم لبعض الجهات الاسلاميه يقول لك سجل الفتوى وسيبها وخذ الرد. لا يصلح هذا، لان انا برد على الكلام الذي كتب. لكن لو انا ناقشته او ناقشتها ربما ان تتغير الفتوى.
يعني كثيرا لما يأتي إلينا أحد إلى لجنة الفتوى في أول ما بيبدأ يعرض القضية فيرد إلى ذهن حكما، وبعد ذلك عندما يسترسل في الكلام أجد أن الحكم الذي رسخ في ذهنه تغير. إذا لابد من المناقشة. وكذلك المريض، هل يستطيع المريض أن يحصل على الدواء في مرض ما عن طريق التليفون، ولا هو يذهب إلى المريض ويجلس ويستنى ظهوره؟ طبعا صح. ما فضيلة الشيخ، دلوقتي حقوق الإنسان وبعض من الناس كتير بيردد أن الحدود الشرعية دي حدود قاسية جدا زي قطع إيد السارق. رأي حضرتك إيه في الكلام اللي بيردد؟ والله ما الإسلام عندما أمر بقطع يد السارق ورجم المحصن وجلد الشاب إلى آخر هذه الحدود وقتل القاتل، هو لم يشرع ذلك من أجل أن يقطع، وإنما شرع من أجل أن يمنع القطع. بمعنى أن الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب. كيف تقتل رجلا وتقول أن فيه حياة؟ لأننا إذا قتلنا رجلا امتنع جميع الناس عن القتل فكانت حياة الناس. فكذلك عندما قال الشارع الحكيم تقطع يد السارق بضوابط معينة، لأن سيدنا عمر أوقف القطع في عام المجاعة، ولكن هناك ضوابط للقطع. إذا في شروط لازم تكون متوفرة عشان إذا تحققت هذه الضوابط وقطعنا يد سارق، امتنع الجميع عن السرقة، يبقى أنا أمنت المجتمع، يبقى أنا شرعت من أجل أن أمنع القطع. أي حد هيفكر يسرق هيشوف مين اللي تقطع إيده هيخاف. بالضبط. وسأضرب لك مثلا، يبقى القطع جعل عشان إيه؟ علشان أمنع القطع وليس لكي أقطع أيدي الناس. خلاص المجتمع ينتهي، نقطع يدا واحدة يقتنع الباقي، يبقى مش هنقطع، خلاص تعطلت الحدود تلقائيا. احنا رأينا وأنتم رأيتم معي هذا الرجل الذي بعد ثورة 25 يناير الذي كان يسرق وقطع هو يده، مع أن هذا مخالف للشريعة، ولكن يقول أني قطعت يدي حتى أمتنع عن السرقة، وظهر في قنوات التلفزيون وشاهده الجميع. إذن الشرع الحكيم ما شرع إلا لصالح المجموع وليس لصالح الفرد، هو لصالح المجموع. يعني عندما يقتل فردا قتل، هو ليس لصالحه لأنه إضهاق لنفس، وإنما لصالح المجموع. طب أنا يعني عايز أسأل حضرتك سؤال على الشريعة، بس خليني أعلق تعليق واحد على الإجازة. حضرتك قلت ان لازم اللي يقول فتوى لازم يكون تابع للأزهر الشريف او فتوته يعني مجازة. طب الأزهر الشريف ما بيعملش رقابة على يعني هؤلاء الشيوخ ليه؟ احنا بنشوفهم طول الوقت على قنوات التلفزيون المختلفة، وفي فعلا خط ساخن للشيوخ، ودي حاجة حتى يعني لا تتلائم مع وضعهم يعني. وشفنا فتاوى منتشرة في كل وسائل الإعلام سواء في الصحف أو على التلفزيون، والناس بتتفرج للأسف على الإعلام بتتخيل إن ليه مصداقية معينة، وأكيد الشيخ ده له مصداقية هو كمان. ليه الأزهر ما بيراقبش ده؟ ليه الأزهر ما بيراقبش؟ أنا أقول لحضرتك هناك مراقبة من الأزهر على البعض وليست هناك مراقبة على البعض. بمعنى أن الأزهر لا يستطيع أن يحاسب إلا من يقع تحت طائلة قانون الأزهر. يعني مش من حق أنا كأزهري، القانون ما بيخولش ليا إن واحد قال فتوى مخالفة أو شاذة إن أنا أحاسبه، وإنما أحاسب من يعمل في داخل المؤسسة. وسأضرب لك مثلا الدكتور الذي أباح وأفتى بإرضاع الكبير فهو كان أستاذا في جامعة الأزهر. ماذا فعل الأزهر؟ حاسبه مجمع البحوث الإسلامية وكرر فصله من الجامعة وتحويله إلى المحكمة. كذلك الذي أباح زنا المحارم تم تحويله إلى المحكمة من قبل الأزهر وأخذ 7 سنوات سجنا. فنحن نحاسب من ينتسب إلى المؤسسة، ولكن القانون لا يخول لنا ولا يعطينا الحق أن نحاسب من هو من خارجها. طب حضرتك اتكلمنا دلوقتي على الشريعة، وكنا بنتكلم على أحكام الشريعة ومن ضمنها قطع يد السارق. حضرتك شايف ان التيارات الإسلامية بدأت تتصدر بقوة الانتخابات البرلمانية، بالتالي هم طبعا كلهم بينادوا الى تطبيق الشريعة الإسلامية. في الحالة دي الشريعة الإسلامية هتطبق على الكل؟ يعني انا ممكن اجيب مثلا قبطي واقول له انت سرقت فانا احقطع يدك؟ هناك امور تطبق وامور لا تطبق على غير المسلم. الحدود هي حدود على النفس وليست على الدين. يعني الذي سرق وسرق ونفس
ايا كان دينه، هو لا يعنيني، هو مسلم، هو يهودي، هو كذا، مش اخذ مالي. طب لو انا اخذت ماله، لو انا اخذت مال مسيحي، ستقطع يدي ام لا ستقطع؟ ستقطع. فبالتالي هو اذا اخذ مالي تقطع يده. لكنها شريعتي انا، شريعه الاسلام وليست هي المعامله الشريعه في المسيحيه. لا، هي المسيحية. المعامله بالمثل. الشريعه المسيحيه فيما يخص الشؤون الاسره، طلاق، زواج، دينه هو حر فيه. اما فيما يخص نظام عام للمجتمع، فلا بد ان هذا النظام يطبق على كل من ينتسب الى هذا الوطن. عندما نذهب الى اوروبا هناك قوانين كثيره تتعارض مع قانون الاسلام. هل انا اقول له لا ما تطبقش القانون ده عليا لان انا مسلم وانا صح مواطن ومعايا الجنسيه وقاعد، اصل انا مسلم ما ينفعش القانون ده يطبق عليا؟ بتطبق الجميع حتى في الاحوال يعني انا اطبق احكام الشريعه الاسلاميه على اقباط مصر. حضرتك يعني في الاسلام، يعني حضرتك مش كل الشريعه، عشان الامر لا يفهم خطا، لان الشريعه اباحت لهم اشياء تنفذ فيها احكام شريعتهم. اما الحدود هي على المواطنه، هي للنفس وليست للدين والشرع، حتى ولو كان الذي اتى بها الدين الاسلامي، ولكن هذه انا بقول للقاتل تقتل، دي مالها ومال الدين. يعني الحدود هتبقى في القتل، في السرقه، في ايوه انا ده اللي انا بقوله. انا بقول للقاتل يقتل، دي مالها ومال الدين. انا قتلت نفس ايا كانت هذه النفس، ساقتل بها سواء كان دين، ايا كان ديني ودينه. ولماذا اقتل وبقول السارق ستقطع يده؟ انت عايز تسرق ليه؟ انت مالك ومال دي؟ في احكام كثيره كمان ظهرت، يعني احنا ما نقدرش نبعد تماما عن اذهاننا كل القوانين اللي موجوده في كل دول العالم. يعني في برضه شفنا كده. من يسرق ويسجن، مش لازم نحكمه بشريعه ديانه اخرى. هناك عقوبه تعذيريه يراها الحاكم، هناك عقوبة تعزيرية يراها الحاكم في ظروف معينة. يعني قد يسرق وهو، يعني الذي يسرق لكي يأكل لا تقطع يده. واحد راح سرق سندويتش، جعان مش لاقي يأكل، كيف أقطع يده؟ وقرأت في الصحف أن في أمريكا وليس في بلاد الإسلام أن رجلا سرق سندويتش في مطعم. هناك طبعا القوانين ليس فيها رحمة، وإنما القانون تطبق، يعني حتى الناس بينها وبين بعضها. إلى أن لو عندنا كنا ادينا له 10 جنيه وقلنا له يا عم خده ما عدتش تعملها تاني، والناس لموا له فلوس وادها له. لكن هناك تطبق القوانين دون النظر إلى العاطفة، دون النظر إلى الرحمة. كان في فعلا في وقت كان المسلمين كان في فقر، كان اللي بيسرق للأكل كان مالوش عقوبة. سيدنا عمر أوقف الحدود عشان عامل مجاعة. فلما اكمل لحضرتك القضيه، ماذا حدث؟ القاضي الامريكي حكم لصاحب المطعم ب 10 دولار مقابل الساندوتش، ودفعها من جيبه، وحكم على جميع الحضور في الجلسه بدولار لهذا الرجل لانهم تركوه يسرق. وهناك حديث في البخاري ان رجلا تصدق الليله على سارق، الرجل الذي خرج بصدقه في الليل في السر حتى لا يراه احد، في منتصف الليل تصدق الليل على سارق، اليوم اللي بعديه على زانيه، اليوم اللي بقى على غني. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الامر وقال لعل الذي الجاه الى هذا الحاجه، مش لا ياكل هو وعياله. اذا المجتمع عليه جرم ايضا لانه ترك انسانا جعانا لجا الى السرقه، وليس هناك من يحب السرقه، وإنما هناك من يحب أن يأكل هو وأولاده. فلا بد أن تكون المنظومة متكاملة، المجتمع يكون فيه تكافل، يكون فيه تكامل، ثم بعد ذلك نقطع يد من يسرق، لأن ليس له عذر. لماذا تسرق؟ عندك ما يكفيك.